نحن المنتخبين الأحرار أعضاء البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا المجالس الشعبية الولائية والبلدية، من أجل الاستمرار في دعم بناء الجزائر الجديدة بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، حيث كنا في طليعة من ساند برنامجه الرئاسي وصوتنا لصالح مخطط عمل الحكومة لتنفيذه. نعبر عن استعدادنا الكامل لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، وندعو الشعب الجزائري بكل مكوناته المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الهام، تعزيزا للاستقرار السياسي والمؤسساتي لبلادنا، حيث أن السيد عبد المجيد تبون ومنذ توليه هذه المسؤولية الجسيمة قد شرف ثقة الشعب الجزائري الغالية التي وضعها في شخصه الكريم، وأثبت عن جدارة واستحقاق أن الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية، وأنه رجل المرحلة بلا منازع، خاصة لما يتسم به من حكمة وحنكة ومقدرة وبعد نظر وغيرها من الخصال الحميدة التي أهلته لتبوء هذه المكانة وقيادة مسيرة شعبنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الوطني. وعليه وبناء على ذلك، فإننا نعبر عن دعمنا الكامل والقوي للسيد عبد المجيد تبون، وندعوه باسم المنتخبين الأحرار الترشح لعهدة ثانية لاستمرار مسار الجزائر الجديدة، جزائر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمؤسسات القوية، ثقة منا في قدراته القيادية ورؤيته الحكيمة التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة.